عاشق حيوانه يلاه في القلب بحال ما في ماشي على رجليا. اجي البراسه تقدر تضرب مايرو كاريومي هاك ما فيهاش اللعب اخويا. الله يعلم كلشي ممكن. عرفت واش صار لي ديك السيمانه؟ زقلت 555 مليون درتها رابحه صدقات لي خرج لي تعادل، ولكن داك ميسي سقل بينالتي. دابا شغل ندير لي ونفرضوا كاع ربحتي هاد الفلوس اش غادي دير بهم؟ اش غندير بهم؟ عطى الله ما يدير بهم. ها الفلوس هادو كنبني بهم حياتي من الاول، ما حياتي مازال ما بادياش، غنعاود منها من جديد. ياك تبني حياتك بفلوس الحرام. الحرام علاش اخويا؟ هذاك راه كيتسمى الزهر، عطاتو لي ايام انا زعما الزهر هذاك اسمه القمر. شوف راه اي حاجه ما درتيش فيها مجهود راه ما تيزالك. خويا شكون اللي قال لك ما كنديش مجهود؟ كنروح حق فراسي وكنتكونسونطرا وكنركز مزيان وكنعرف اللعاب والخطط 5 5 4 2 2 1 واللعاب وكريستيانو وميسي وزيدو زيدو. راه مجهود هذا، راه فك المجهود انايا. واخا هكاك هادشي كله كديرو انت متكي في داركم وخدام كتعمر ليا في الكروات وبيتي تربح، كي درتي ليها؟ خليني نلعب هذاك 17 راه كيجري مزيان وديما كيضرب ليهم لاكان. 17 دخل ولا خر السيمانه اللي فاتت؟ يودي يودي والله ما كتفهم شي زفته، راه كتهضر على 14. اما 17 عاود مجهد ديما كيدخل غير اما الاول ولا الثاني. صافي سير ديرو. لا واش متفق معايا ولا لا؟ متفق معاك. حيت هادشي ديال اللعب دابا راه ماشي غير نوضو لعب، راه كيبغي التفكير وتعرف العاود اش كياكل وفين عايش. واخا احنا درنا دابا 17 اش غادي نتبعوه؟ انا قلت الجوج جوج جوج دخلوا على فلا. الو مجيد عم دراش دخل كيفاش؟ 12 هي الاولى؟ لا لا صافي داك 17 عمرني ما باقي نلعبوا.